عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من مديرة عام صندوق النقد الدولي، الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي. على وقع صراع اندلع منذ أكثر من 6 أسابيع، الجيش السوداني يعلق محادثاته مع الدعم السريع بمدينة جدة السعودية. بعد هجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة على موسكو، بوتين يتهم أوكرانيا بما وصفه بالسعي إلى ترويع المواطنين الروس. أخبار السابعة من النيل في القاهرة، طبتم وطابت أوقاتكم. نبدأ من القاهرة التي شدد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي على حرص مصر على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي، انطلاقا من اهتمامها بدفع التعاون قدما بينها وبين الصندوق، خاصة في ظل نهج استراتيجي لتحقيق تنمية مستدامة. من جانبها أكدت كريستالينا جورجيفا على سعي صندوق النقد الدولي نحو مواصلة تعزيز أطر التشاور والتنسيق مع مصر لإبراز شراكتهما البناءة، أخذا في الاعتبار برنامج التعاون القائم بين الجانبين. في العاصمة الإدارية الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب لقاء محمد شتية رئيس وزراء فلسطين إن مصر كانت وستظل داعما قويا للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. أول مباحثات رسمية شهدها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة جاءت بين مصر ودولة فلسطين. أكد خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مصر تلتزم بتكثيف جهودها وتحركاتها الدبلوماسية لإعادة تحريك عملية السلام في دولة فلسطين. إنني أؤكد لكم في هذا الصدد التزام مصر الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد مدبولي أن المباحثات المصرية الفلسطينية شملت مقترحات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في العديد من المجالات بين البلدين. تعزيز التعاون في مجالات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والربط الكهربائي والتعاون في العديد من المجالات الأخرى. واختتمنا الحقيقة مباحثتنا بأن شهدنا التوقيع على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية المصرية ووزارة الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وبروتوكول التعاون في مجال الزراعي بين وزارتي الزراعة في مصر وفلسطين. أكد الدكتور محمد أشتيا رئيس وزراء دولة فلسطين أن دولة فلسطين تحتاج إلى مصر الشقيقة اليوم أكثر من أي وقت مضى. هذه الزيارة الثانية التي نقوم بها إلى جمهورية مصر العربية، حاضنة القضية الفلسطينية وحاضنة منظمة التحرير وحاضنة المشهد الفلسطيني بكامل مفاصله وتفاصيله. وتشرفت اليوم أيضا بهذا اللقاء وحسن الاستقبال دولة الرئيس. أشكرك جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال ودفء الاستقبال، وأشكرك بشكل شخصي لانخراطك في هذا المشهد الفلسطيني اللي احنا نحتاج مصر اليوم اكثر من اي وقت مضى. كما اكد اشتياء ان مصر وفلسطين شركاء في رؤية تعزيز المشهد الداعم من اجل انهاء الاحتلال. نحن دولة الرئيس شركاء مع مصر في الرؤية السياسية المتمثلة بانهاء الاحتلال وحل الدولتين. نحن شركاء مع مصر بالحفاظ على الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس أبو مازن ومنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والذي مضى على وكان مناسبة تأسيسها أول أمس وولدت هنا في القاهرة، ولا تزال تعيش رافعة للراية الفلسطينية من أجل دحر الاحتلال وإنهائه وتعزيز المشهد الوطني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
مباحثات مصرية فلسطينية تهدف إلى ترسيخ العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. مباحثات مصرية فلسطينية تؤكد خلالها الحكومة المصرية بضرورة تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لإعادة عملية السلام وإقامة دولة فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات. أحمد أبو الحسن، النيل. قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عقب لقاء محمد شتية رئيس وزراء فلسطين إنه يجب العمل من أجل فتح مواقف الحكومة الإسرائيلية التي تتناقض مع كافة القوانين الدولية. في إطار متابعة القضية الفلسطينية والدعم العربي لها، ناقش الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رئيس الوزراء الفلسطيني آخر المستجدات الخاصة بالقضية في ظل تعاند قوات الاحتلال الإسرائيلي. تبادلنا مع معالي الأمين العام منحنيات المستقبلية للقضية الفلسطينية وقضايا المتعلقة باعتراف الدول الأوروبية والعالم بدولة فلسطين، وكذلك إعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي ننشدها جميعا. بدون أدنى شك هناك تحديات كبرى تواجهها أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية في ظل متغيرات إقليمية أصبحت واضحة الملامح. أشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا بمختلف الأشكال، إلى جانب حرب تزور من خلالها إسرائيل الرواية عن فلسطين. نحن نواجه عدوان إسرائيلي متواصل، وهذا العدوان الإسرائيلي على شعبنا مأخذ مختلف الأشكال. الشكل الأول هو حرب على الأرض ومصادرتها وبالتالي توسيع الاستيطان. هناك في الأراضي الفلسطينية اليوم 751 ألف مستوطن. هذه الحكومة المجرمة في إسرائيل تريد أن ترفع عدد المستوطنين إلى حوالي 1 مليون مستوطن. هذا الأمر سيكون على حساب أرضنا وماءنا وهوائنا وأرواح أولادنا. أكد أحمد أبو الغيط أنه اتفق مع رئيس وزراء فلسطين على ضرورة العمل على فضح المواقف المتشددة والممارسات المنفلتة للحكومة الإسرائيلية التي تناقض الأسس المتعارف عليها عالمياً لتحقيق التسوية المنشودة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. دعم عربي متواصل، هذا ما أكده الأمين العام لجامعة الدول العربية في لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال اتجاه الشعب الأعزل، سواء عملية التهويد للقدس وكذلك الاعتداءات على الشعب الأعزل. من الجامعة العربية منذر أبو دوح، النيل. وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، قال المجلس الوطني الفلسطيني إن تحويل حكومة اليمين الإسرائيلية العنصرية قلعة القدس التاريخية إلى ما يسمى متحف قلعة داوود هو إجراء باطل ومخالف لجميع القرارات الدولية وليس له أي شرعية. ودعا المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف محاولات حكومة اليمين الإسرائيلية تزوير كافة الحقائق التاريخية. في ملف الأزمة السودانية، شدد وزير الخارجية سامح شكري عقب لقائه في القاهرة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بانكولي إديوي على خطورة الأوضاع الراهنة في السودان. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر منخرطة مع كافة الشركاء المعنيين والآليات القائمة للعمل على تسوية الأزمة في السودان في أسرع وقت ممكن. أما في الخرطوم عاصمة السودان، فقد قرر الجيش السوداني تعليق محادثاته مع قوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية الهادفة إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار. جنوبي الخرطوم شهدت قصفا واشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأدوات أصوات مدفعية ثقيلة في مدينة أم درمان غربي العاصمة، كما سمعت أصوات انفجارات متواصلة في منطقة كركري بمدينة أم درمان. وأغلق الجيش السوداني جسر الفتيحات على النيل الأبيض الرابط بين الخرطوم وأم درمان من ناحية مدينة أم درمان. وقال الجيش السوداني إن قواته صدت هجوما يائسا على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان جنوبا، وكبدت قوات الدعم السريع خسائر وصفها بالكبيرة. ويعتمد الجيش على القوات الجوية والمدفعية، في حين تتفوق قوات الدعم السريع بسلاحها الخفيف في المعارك الدائرة
في شوارع الخرطوم. واتفق الجانبان على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لخمسة أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء الاثنين، لكن الجيش السوداني أعلن الأربعاء تعليق مباحثات جدة بسبب ما قال إنه عدم التزام من قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق والاستمرار في خرق الهدنة. وقالت قوات الدعم السريع في بيان في وقت متأخر من الثلاثاء إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار رغم رصدها ما وصفته بخروقات متعددة من جانب الجيش. انسحاب الجيش السوداني من محادثات جدة لم يفاجئ الاتحاد الإفريقي، وقال المتحدث باسمه إنه ليس أمرا مستغربا، معربا عن الأمل في أن ينجح الوسيطان السعودية والولايات المتحدة في إعادة الطرفين للعمل على وقف إطلاق النار المنتظر والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية. تصريح المتحدث باسم الاتحاد الإفريقي جاء بعد انتهاء الاجتماع الثالث لآلية الموسعة بشأن الأزمة في السودان الذي جمع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيجاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والدول المجاورة للسودان. وتوافق المشاركون على اقتراح ما وصفوه بخطة ملموسة خلال يومين أو ثلاثة لتنظيم حوار سياسي واسع يشمل كل قطاعات المجتمع السوداني ويديرها سودانيون ويدعمها المجتمع الدولي بهدف التركيز على تبني الترتيبات الدستورية وتهيئة الظروف لحكومة مدنية وتبني برنامج يقدم حلولا للطوارئ الإنسانية في السودان وتفضي أخيرا إلى انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت ممكن. في سياق متصل، تواصل توافد آلاف النازحين من السودان عبر معبري أرقين وقسطل الواقعين على الحدود المصرية السودانية. مشاهد الدمار في الدولة السودانية هي من دفعت هؤلاء للمجيء إلى مصر، لكن هنا مشاهد إنسانية بامتياز، سيارات إسعاف تنقل أشقاء سودانيين من أجل العلاج بعد إغلاق أكثر من 80% من المستشفيات السودانية. والله الوضع في السودان حالة وحشة، والله حاجة يعني صعبة، يعني الظروف صعبة، ما فيش شركات حاجة يأكلوها، والحريق لسه متدورة، والناس محتاجين، والأطفال في حالة محرجة صراحة. عندنا عيال اطفال، ناس مثل عندها سرطان. الحمد لله. بتعالج هنا؟ تعريفي 57 53. ربنا يرضى عنك. الحمد لله. وضع سيء والله. وضع سيء جدا. ولا اكل ولا شرب ولا مواصلات، ويعني استغلال شديد. حتى في نحن كنا نركب 4000 من هنا، بس بنركب 40000. جيت من السودان لاننا تعبانة، عندي كانسر. وجيت عشان اتعالج هنا في مصر، فقالوا لي عندي كانسر، وقعدت في المستشفى سنتين، ودلوقتي بقت مقابلات بس، تعالجت يعني، وقالت تاني مقابلات بعد كل 9 شهور بس. وقدر عدد من يصل إلى مصر يوميا نحو 3000 شخص من الأشقاء السودانيين، هذا بخلاف الجنسيات الأخرى الذين وفدوا من 25 دولة. احنا طلعنا في الحرب بعد أسبوع من الحرب، كانت شوية خفيفة، لكن هسه بقت لا تطاق. بقى الواحد بيجي بالسلاح وقطه في راس الواحد يطلع من البيت. بس احنا بورسودان وضعنا حلو، ما فيه حاجة، المشاكل كلها في مدرمان، في الخرطوم، خرطوم بحري، يعني ضرب رصاص شديد طول اليوم. زعلان سبت بيتي والله، بس يعني في نفس الوقت مرتاح نفسيا انه جيت مصر. يعني صراحة لو كنت ماشي لدولة غير مصر ما أظن أخلي بيتي. أما حركة التجارة ما بين مصر والسودان فقد عادت بشكل كبير إلى طبيعتها بعد دخول عدد من السلع الغذائية من الجانب المصري وعدد من رؤوس الماشية من الجانب السوداني. الكل جاء من أجل أسباب مختلفة، فالبعض جاء من أجل صراع محتدم داخل الدولة السودانية، أما البعض الآخر فجاء من أجل رعاية صحية افتقدها داخل الدولة السودانية، رعاية سيحصل عليها السوداني كمثل المصري. من معبر قسطل الحدودي، أشرف مبارك، النيل. وحول نفس الموضوع ولكن في القاهرة، قرر اتحاد الأطباء العرب إرسال قافلة مساعدات طبية دعما للشعب السوداني الذي يعاني من صراع مسلح منذ أكثر من 6 أسابيع.
في إطار الدعم وتقديم المساعدات العاجلة للأشقاء السودانيين، تم تسليم قافلة مستلزمات وتجهيزات طبية للجانب السوداني من قبل لجنة الإغاثة باتحاد الأطباء العرب لدعم الأشقاء طبيا في مواجهة الأوضاع الصحية جراء الأزمة السودانية، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي باتحاد الأطباء العرب. نظرا لما أصاب المستشفيات والمرافق الصحية من وحتى الإمدادات الطبية من أضرار بالغة في الهجمات العسكرية اللي كان بها حركة التمرد، فأصبح نحن يعني نعاني من شح في كافة الأدوية الضرورية المنقذة للحياة، في كافة أوعية نقل الدم، في الأدوية الأساسية، في الأمراض أدوية الأمراض المزمنة، أدوية المتعلقة بغسيل الكلى، أدوية السرطان، يعني شامل كل المجالات. السودان في اللحظة دي يحتاج لتأهيل مستشفياته. نزلنا الحمد لله السودان، وفي هنا في بعض الإخوة السودانيين نزلوا مصر في كركر وفي القاهرة، فالحمد لله احنا بنقوم بواجبنا نحوهم باختصار شديد تأدية لرسالة الاتحاد اللي هي ايه؟ العمل المهني الصحي الإنساني اللي هو الواجب تقديمه حيثما كانت الحاجة، فما بالك بقى لما تكون مع شقيق سوداني، فبتبقى أولى وأوجب. كما تم خلال المؤتمر الصحفي تقديم الشكر والامتنان من قبل السفارة السودانية للدولة المصرية لدورها المحوري في تقديم المساعدات والدعم للأشقاء السودانيين. رسالة الشكر وتقدير لاتحاد الأطباء العرب في مبادرته في استجابة سريعة للنداء الإنساني، في خاصة فيما يتعلق بالأدوية والمستحضرات الطبية، وكان انفعل وجهز الشحنات كبيرة جدا. نحن بصدد إرسالة لإغاثة أهلنا في السودان. تقديم الدعم الطبي للأشقاء السودانيين في محنتهم الآنية يؤكد على الدور العربي للوقوف جنبا إلى جنب مع الأشقاء السودانيين لمواجهة ما يواجهونهم من أهوال. محمد حلمي، النيل. في القاهرة أيضا شدد السفير أشرف سويلة مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية خلال ورشة عمل عقدتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة لتسوية النزاعات، شدد على محورية العلاقات الإفريقية في سياسة مصر الخارجية. بحضور دبلوماسي رفيع المستوى، استضافت القاهرة ورشة العمل الثانية للاتحاد الأفريقي حول مراجعة سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. سعيدة جدا لمشاركتي في ورشة العمل. القارة الإفريقية يجب أن تعرف بالازدهار، وتعمل وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي على تحقيق ذلك، ونركز على مشاركة الشباب واستفادتهم من التحول الاقتصادي، ونأخذ في الاعتبار التحديات المتعلقة بالمناخ، كل ذلك من أجل تقليل النزاعات ومقاربة الدول الإفريقية. نظمت ورشة العمل وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لحل النزاعات ومفوضية الاتحاد الأفريقي بهدف تقييم التقدم المحرز في مراجعة سياسة إعادة الإعمار والتنمية، مع التركيز بشكل خاص على موائمة أطر سياسات الاتحاد الأفريقي. الموضوعات اللي تم تناولها في ورشة العمل متعددة، فيها الجزء الأول من السياسة اللي خاص به إيه هي المحددات الرئيسية لأسلوب التعامل مع مناطق ما بعد النزاعات، اللي زي ما حضرتك متصورة لها خصوصية شديدة جدا. احنا ما بننفذش تنمية في إطار طبيعي أو تقليدي، احنا في دولة خارجة من نزاع، مؤسسات الدولة تم هدمها. ورشة العمل انها بتتناول موضوع رئيسي للاتحاد الأفريقي هو إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، نظرا لأن القارة الأفريقية تواجه تحديات عديدة في مجال السلم والأمن، منها تفاقم النزاعات، تفاقم مخاطر الإرهاب، وبما يتطلب تكثيف الجهود من أجل تحقيق السلام. كما تعزز ورشة العمل التنسيق بين أطر سياسات الاتحاد الأفريقي الحالية والجديدة، خاصة في ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات. أمل صبري، النيل. نبقى في القاهرة، حيث بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مع وفد برلماني أوروبي
سبل تعزيز التعاون العربي الأوروبي المشترك في كافة المجالات. دعما للقضايا العربية، عقد رئيس البرلمان العربي اجتماعا مع الوفد الأوروبي لبحث سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات مكافحة الهجرة. التحديات الدولية حتمت على الجميع عن التنسيق، المواجهة خاصة فيما يتعلق في الوكالة الأوروبية، مواجهة الجريمة والتصدي لكثير من السلوكيات المرفوضة والتي تتنافى مع العرف والمواثيق الدولية. شكرا للبرلمان العربي على الحفاوة، وأرى أنها فرصة عظيمة للنقاش حول قضايا مهمة وتبادل المعلومات والنقاط المهمة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وأود أن أشكرهم على حسن تبادل المعلومات. خلال الاجتماع تم مناقشة أهمية التنسيق بين كافة المنظمات الدولية والحكومات للتعامل البناء مع قضايا الهجرة واللاجئين. تم عرض العديد من المشكلات اللي بتعاني منها الدول العربية. حضرتكم عارفين ان البرلمان العربي 22 دولة عربية، في عدد من الدول العربية بيعاني من الهجرة الغير شرعية، وعلى رأسهم الدولة المصرية اللي يصل تعداد المهاجرين اللي على أرض مصر ومصر فتحة لهذه الدول أكثر من 15 مليون لاجئ، وبيعاملوا في الدولة المصرية كمواطن مصري طبيعي. ده بيلقي عبء كبير جدا على الدولة المصرية، عبء اقتصادي. أكد رئيس البرلمان خلال اللقاء على أهمية مواجهة الجريمة المنظمة ومكافحة الهجرة غير المشروعة وضرورة التنسيق الكامل مع الحكومات للحد من تلك القضايا. ترأس قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريركو الكرازة المرقوسية احتفالية ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر. تزامنا مع ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر هربا من بطش الإمبراطور الروماني، احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بهذه المناسبة بكنيسة أبي سرجة باعتبارها أحد أهم النقاط بمسار العائلة المقدسة خلال رحلتهم إلى مصر. وأثناء الاحتفالية أكد قداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أهمية هذا المكان وقدسيته. بنحتفل في هذه الليلة بعيد مصري قديم، وهو عيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر. والعيد ده بنحتفل به في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة المصرية، بنحتفل به منذ القرن الرابع الميلادي، وإن كان الحدث نفسه تم في القرن الأول الميلادي. وحدث دخول السيد المسيح إلى أرض مصر امتياز وانفراد يخص بلدنا الحبيبة مصر. كما ثمن البابا توادروس الثاني جهود وزارة الآثار في تطوير وإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة بمصر باعتبارها من المقاصد الهامة للسياحة الدينية والثقافية. احنا بنهني مصر وبنشكر القيادة السياسية والحكومة المصرية ووزارة الآثار والسياحة والاهتمام الشديد بإحياء هذا المسار والاهتمام بمحطاته والأعمال اللي تمت. وإحنا شايفين هنا أمور جديدة كلها وإضافات جديدة جعلت المكان جذاب للسواح، وجعلت المكان مبارك، وجعلت المكان يبين حفظ مصر للتراث الإنساني والتاريخي والجغرافي الكبير. شارك في الاحتفال العديد من الوزراء والمسؤولين تأكيدا على أهمية هذا الحدث للمصريين. ذكرى دخول العائلة المقدسة في مصر دي حاجة كبيرة وحاجة مهمة جدا ان احنا نحتفي ونحتفل كلنا كمصريين نسيج واحد وطن واحد بهذه الذكرى المجيدة. أنا بأشرف أن أنا أشارك في هذه الذكرى. جدير بالذكر أن العائلة المقدسة خلال رحلتها إلى مصر والتي استغرقت 3 سنوات و6 أشهر مرت بالعديد من القرى والمحافظات والوديان من شمال مصر لجنوبها، فباركت مصر وشعبها.
في ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر، تلتفت الأنظار دوما إلى كنيسة أبي سرجة التي تعد من أهم النقاط التي لزت بها السيدة مريم العذراء ووليدها، فسجلت بين أروقاتها وعلى جدرانها تاريخا ينبض بالحياة وبورك مصر وشعبها. من كنيسة أبي سرجة، أحمد سعد الدين، النيل. إلى ملف الأزمة الأوكرانية، ونبدأ من العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن بلاده سوف تقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة. وقال جون كيربي إن الولايات المتحدة تدعم الجهود الأوكرانية لدحر ما وصفه بالغزو الروسي، لكنها تريد أيضا تجنب وقوع حرب عالمية ثالثة. من جانبه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا بما وصفها بالسعي إلى ترويع المواطنين الروس بعد هجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة على موسكو ومحيطها. في هجوم غير مسبوق يمثل ضربة معنوية قوية كبيرة لروسيا من خلال نقل الحرب إلى العمق الروسي، سقطت عدة مسيرات على مباني في العاصمة الروسية الواقعة على بعد أكثر من 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأعلنت روسيا رصد 8 مسيرات أوكرانية في موسكو ومحيطها يوم الثلاثاء، مؤكدة إسقاطها كلها، ووقع جزء من حطامها على مباني ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، لكن العملية تكشف بحسب مراقبين عن ثغرات في الدفاعات الجوية الروسية المفترض أن توفر الحماية للعاصمة موسكو، كما أنها قد تعجل من المواجهة المرتقبة بين حلف الأطلسي وروسيا. أوكرانيا كالعادة نفت ضلوعها في العملية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم كييف بالسعي إلى ترويع روسيا وترويع المواطنين الروس، معتبرا أن منظومة الدفاع الجوي في موسكو التي اعترضت المسيرات عملت بشكل طبيعي ومرض، لافتا إلى أن الهجوم جاء ردا على ضربة روسية استهدفت مقر الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. كما اعتبرت الخارجية الروسية أن الدول الغربية مسؤولة عن الهجوم الذي وصفته بغير المسؤول على موسكو من خلال دعمها لكييف. ويتوقع مراقبون أن ترفع روسيا نسبة قدراتها العسكرية المشاركة في الحرب الأوكرانية عن طريق استخدام المزيد من صواريخ كينجال الأسرع من الصوت التي فشلت منظومات باتريوت في اعتراضها، وتوسيع مشاركة القوات البحرية. كما لا يستبعد المراقبون أن تشن روسيا هجوما باريا وجويا كاسحا على العاصمة الأوكرانية كييف ومحاولة احتلالها. ويرى هؤلاء المراقبون أن موسكو قد تلجأ إلى استخدام أسلحة نووية تكتيكية لضرب أهداف في العمق الأوكراني، إضافة إلى أنها قد توجه بعض الضربات لأهداف غربية. وبدأت روسيا أمس الأربعاء إجلاء أطفال من مناطق حدودية مع أوكرانيا تتعرض لقصف كثيف منذ أيام، وأعلن حاكم بليوغارد بدأ إجلاء الأطفال من منطقتين بسبب الوضع المتدهور في المنطقة التي استهدفت بنحو 260 قذيفة هاون ونيران مدفعية يوم الثلاثاء فقط. في مدينة براتسلافا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب مشاركته في أعمال منتدى جلوبسيك إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيقظ حلف شمال الأطلسي عبر أسوأ صدمة من خلال قيامه بغزو أوكرانيا. وأضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يجب مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال في مواجهة القوات الروسية. ختام أخبار السابعة تذكرة بأهم العناوين. عقب تلقيه اتصالا هاتفيا من مديرة عام صندوق النقد الدولي، الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على التشاور المستمر مع صندوق النقد الدولي. على وقع صراع اندلع منذ أكثر من 6 أسابيع، الجيش السوداني يعلق محادثاته مع الدعم السريع بمدينة جدة السعودية.
بعد هجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة على موسكو. بوتين يتهم أوكرانيا بما وصفه بالسعي إلى ترويع المواطنين الروس. ختام أخبار السابعة، نلتقي على رأس الساعة بحول الله. شكرا على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.